اسمي طه مطر، خريج أول دفعة في مصر تدرس في كلية غريبة شوية. استمرت الكلية دي لأقل من 10 سنين وبعدين اتعدلت، كان اسمها المفروض العلوم التطبيقية، ودي كانت كلية موجهة للصناعة على السيستم الألماني زي الأبلايد ساينس كده، اللي هي فخ شولة في ألمانيا اللي هي العلوم التطبيقية، بحيث إن أنت بتشوف الصناعات وبتعمل الأقسام بناء على الاحتياج الصناعي. فكان عندنا في قسم كيميكال ميتالرجي وفيزيكال ميتالرجي، وعندنا قسم النسيج، كان عندنا قسم الليزر، قسم الطاقة الجديدة والمتجددة، قسم البيوتكنولوجي، قسم على ما أعتقد الكلام ده من وقت طويل شوية، يعني كان من حوالي 37 سنة. فدخلت زمايلي لعلم رياضة اللي ما دخلوش كانوا بعد هندسة دخلوا على طول على فيزيكال ميتالوجي في نفس الكلية. فدي أول حاجة، والكلية دي أعتقد هي اللي عملت الشخصية، شاركت بطريقة كبيرة في تكوين الشخصية، أو نقول إيه الشخص اللي هو بيتكلم قدام حضرتك، لأن كنت بدرس طبعا مناهج هندسة في أولى وتانية، ومناهج غريبة شوية اللي هي علم نفس وإدارة أعمال واقتصاد ومنطق، يعني مناهج هيومانيتيز إنسانيات كتيرة ومناهج هندسية كتيرة، والعملي كان نسبته عالية قوي. يعني من سنة أولى وهم كان عندنا في الصيف طبعا بناخد تدريب رسم هندسي، وكان في نفس الوقت لازم تعمل تدريب في الصناعة. ف4 سنين بنتدرب في الصناعة، بعد سنة تانية بنتخصص في تخصص دقيق. أنا تخصصت في الميتالورجي، وبدأت أنزل أخد الكورسات بتاعتي، العملي كله خدته في مصانع وشركات، سواء شركات زي حديد الصلب، زي دلتا للصلب، بعد كده لما سنة ثالثة متخصص، فبدأت أقدم مع الأساتذة بتوعي في كل الشركات اللي هم بيتعاملوا معاها، ابتداء من اسكندرية لحد إدفو في أسوان، هناك في نصر التعدين وفي السبائك الحديدية، ففي كل حتة يعني كنا منتشرين الكلام ده في الثمانينات، يعني أوائل الثمانينات. بس ده هو أنا. ده بعد كده اللي جه بعد كده كله عبارة عن تراكمات. يعني عملت مشروع التخرج بتاعي برضو، دي من الحاجات اللي ان انت بتعمل مشروع تخرج في الوقت ده، انا بتكلم على سنة 87، ان مشروع التخرج كان موجود فقط في كلية هندسة، ما كانش زي دلوقتي في مشاريع تخرج، في مقال بحثي، لا، وقتها كان عندنا مشروع تخرج، وعندنا كان سنتين، يعني كان عندي في مشروع في سنة ثالثة وسنة رابعة في مشروع التخرج. وحقيقة أنا فخور جدا إن أنا بحتفظ بيه لحد دلوقتي، وممكن يكون لا يقل عن أي رسالة دكتوراه، الفضل فيه بعد ربنا لأساتذتي، يعني إن هم ادوني نقطة زي أي مدرس مساعد بيشتغل، واشتغلت عليها. كنت تقريبا بعمل 3 أو 4 أيام، جمعة وسبت، خميس وجمعة وسبت في المصنع وفي المكان اللي انا بعمل فيه مشروع التخرج، لانه كان بيتعمل في مركز بحوث تطوير في بالذات، اللي هو كون المعرفه اللي انا ربنا اديها لي يعني. بس ده طه مطر. وبعد كده توالت بقى الاحداث وتراكم الخبره الواحد اكتسبها من اساتذته ومن الاماكن ومن الشغل ومن الديوتيز، يعني كنت سعيد طول حياتي يعني. بص، هو خلينا نقول ان هندسه الفلزات دي هي الماتيريالز، يعني في حاجه وانا بعمل دكتوراه، كنت انا في ايطاليا بدرس هناك في البوليتكنيك، بكمل دراسه الدكتوراه بتاعتي، ف في حد صديق ليا من الجانب الثقافي كان قال لي انت محظوظ قوي، فبقول له ليه يعني؟ قال لي لان انت بتدرس حاجه قريبة قوي من البني آدم. هو أنت متخيل إن أي حد يدرس نفس البشرية يقدر يدخل جواها ويعرفها كلها؟ دي معقدة جدا. قلت له أنا عارف طبعا، يعني صعب جدا إن أنت تعرف النفس البشرية وإنك تدخل جواها وتمسكها. أنت هي إيه النفس، إيه البني آدم؟
البني ادم عباره عن جسد. قلت له اه. قال لي الجسد ده بيتكون من مكونات صغيره قوي اللي انتوا عارفينها انتوا بتوع الماتيريالز والحاجات. قلت له اه. الجزيئات والاتومز. فقال لي طيب ما هو اللي انت بتشتغل عليه وبتعرفه ده هو نفس البني ادم. بيقول لي انا سمعتك وانت بتقول ان عندك مشكله، انا كنت بشتغل على التول ستيل، ان حصل اجهادات داخليه. كنت بتكلم مع واحد وبتقول له، كان معنا حد من الاصدقاء من الجروب بتاع اللي انا فيه يعني في الجامعه، بتقول له اه ده حصل انترنال ستريسز وهو ده البني ادم. وقلت له ان احنا لازم نعمل انيلينج ونسيبه الوقت اطول عشان يعاد تنظيم الجرينز، وبعد كده نبني الكوينشنج. طبعا هو ما قالهاليش بالترمينولوجي بتاعنا العلمي، كان بيقول لي اه بتعمل حاجه يعني بالطريقه اللي هو فهمها يعني. المهم ان هو بيقول لي البني ادم كده. انا كنت جليس نفسي، ولما بنقعد مع واحد كل اللي بنعمله ايه؟ الطبيب النفسي هو بيعمل ايه؟ حتى لو ادى علاج، بيدي علاج عشان ايه؟ بيدي علاج عشان يعمل ارتخاء لعضلات المخ ومكونات المخ، لان في بعض الاحيان نتيجه ان الانسان بيفكر في اكتر من حاجه في نفس الوقت، ففي اجزاء مختلفه في المخ ومكونات بتبدا تتحرك، مش عارف زي بتبقى زي العروق او يعني انا ما فهمهاش قوي. فبيقول لي لما بتحركوا في نفس الوقت ممكن يحصل زي تعقيده كده، يعني زي عقده في يونكه يركبوا زي الكرامب اللي بيحصل في العضله يعني. فالدكتور بيدي حاجه تعمل ريلاكس وكل واحد يرجع لمكانه تاني، تعمل ريلاكسيشن. فانا ضحكت لان انا كنت ساعتها قريت، لسه كنت قاري بحث عن واحد بيتكلم عن حاجه اسمها ريلاكسيشن، بيعملها في موضوع بيستعمل مكنه جليبل. الكلام ده كان وقتها لسه حديث تماما. جليبل ماشين دي اللي هي مكنه شد ات هاي تمبريتشر، وبيعمل مونيتورنج اللي بيحصل للصلب، بتسخنه وبعدين تابلاي لود وتشوف الريلاكسيشن بتاعه، او بتروح تقفشه كده بمكنه الشد وتسيبه. فلما بيحصل انكماش في لود بيتولد نتيجه الانكماش، ومن هنا بنقدر نعرف، يمكن دي حاجه ما اتنشرتش فيها كتير، نقدر نعرف البريسبتيشن والذوبان بتاع البريسبتيت والتشينج في الفيزز، حاجه كده ايه موازيه للكريب ولكن مور ادفانسد، بتجيب حاجات ما بتجيبهاش كريب. المهم ان لقيت الراجل بيتكلم كده. فانا اللي انا بقوله يا جماعه، يا بتوع الهندسه، يا ستودنتس، لما تيجي تختار قسم، اقرب قسم تقدر تفهمه وتقدر ان هو يفيدك في حياتك هو قسم الماتيريالز. ليه؟ لان انت كل اللي بيحصل في الماتيريال، اي ماتيريال، هو اللي بيحصل ليك كانسان. كانسان خلقه ربنا، وهو حكمه ربنا ان هو زي ما خلق الاتوم فيها النيوكليوس اللي هي النواه وحواليها شيلز واوربيتالز و و و، خلق الكون كله كده وكل حاجه مبنيه على نفس السيستم. فدي اقرب حاجه ليك كنفس بشريه وسهل جدا ان انت تفهمها. ليه؟ لو يعني انا مش بقول ان تخصصات الهندسه الثانيه وحشه او بس بقول دي اقرب حاجه. يعني الكهرباء انت بتتكلم على تشارجز، بتتكلم على حته صغيره قد كده ليها علاقه بيك كانسان. ميكانيكا برضو بتتكلم على الميكانيكال، سواء بتشتغل ميكانيكا باور ولا ميكانيكا برودكشن ولا او ميكاترونكس او كل الحاجات دي. الماتيريالز هي الاساس بتاع اي حاجه، ولذلك مفيش مهندس ما درسش ماتيريالز، مفيش مهندس ما درسش فيزيكس كيمستري، دول مكونات ماتيريالز على فكره. اوكي. وطبعا الماث برضو من اهم المكونات. فهنا ده اللي انا بقوله للستودنتس، يا جماعه انتوا تبقوا محظوظين، ودايما خد الماتيريالز بهدوء، ادرسها بهدوء. ده اللي انا بقوله بتوع الماتيريال. فهو حضرتك خد الماتيريالز برفق، ادخل واحده واحده فيها، تعامل معاها على ان هي حاجه طالعه من البني ادم نفسه. ما تشغلش نفسك قوي بالنظريات والمعادلات الضخمه والحسابات المعقده قوي، لا، افهم الاول طبيعه الماتيريال والمنهج ده بيعمل ايه وبيفهمك ايه، وبعد كده ادخل على المعدات والنظريات والقوانين الحاكمه وخلافه. يعني حاول ان انت تقرب وتفهمه الاول. لازم نفهم الماتيريالز الاول، لازم نتعامل معاها بحكمه
قوية جدا لازم نتعامل معها بهدوء، وبعد كده نقدر ان احنا نتعامل وندخل على المستويات المتقدمة لموضوع الماتيريال. هو مفيش حاجة اسمها عقبات، في حاجة اسمها تحدي او تشالنج. دي برضو من الحاجات اللي بقولها لكل اخواتي الصغيرين وابنائي الشباب، مش حاجة اسمها عقبة. ما معنى كلمة عقبة؟ لا، في حاجة اسمها تحدي، تشالنج. مش حاجة اسمها مشكلة، في حاجة اسمها تحدي. يعني قدامي تحدي لازم أعبره، لأن كلمة عقبة معناها إن أنت عمرك ما هتعديها، إنما هي تحدي. أوكي، دي أول حاجة. أنا بالنسبة لي كان في تحديات كبيرة. أول تحدي بالنسبة لي هو أنا، ده التحدي. إزاي أنا أقنع نفسي بقبول أي تشالنج هيقابلني، بقبول أي معركة هدخلها، لأن هي قصة وما فيها. إن أنا لو أقنعت نفسي باللي أنا بعمله خلاص انتهت، مفيش أي مشكلة ممكن تواجهني بعد كده. فهي ده أول تحدي بالنسبة لي، هو النفس البشرية، يعني إن أنت تقنعها وإن أنت تتعامل معاها على أساس إن أنت بتعمل إيه وأنت حابه ولا لأ. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنا أحب الشغلانة. الشغلانة اللي إحنا بنشتغلها دي إن إحنا نحبها. شغلانة الماتيريالز والميتالورجي والبحث العلمي والإنوفيشن الابتكار، يعني شغلانة الريورد بتاعها او ان انت يعني تاخد مقابل بتاعها ما بيبقاش مباشر ولا سهل ولا بالشكل اللي انت ممكن تتخيله، الا اذا طبعا عملت يور اون بروجكت ويور اون بزنس. كان عندي مشكله تانية ان انا افهم، او نقول تحدي تاني، ان انا ازاي اوصل للي قدامي. اللي قدامي ده زميلي او في مصنع او استاذي، ازاي اوصل له وجهة نظري. ده خلاني وده ساعدني فيه اصدقائي اللي حكيت عنهم اثناء دراستي استكمالي للدكتوراه في ايطاليا، ان انا درست علم نفس شويه، ودرست وانا هناك برضو دراسات سوق، اخذت رحت معهد متخصص لدراسات الماركت ستادي والفيزابيلتي ستادي. يمكن من ساعه ما رجعت من ايطاليا لحد دلوقتي في اكثر من نقول 30 دراسه سوق ودراسه جدوى اقتصاديه عملتهم الحمد لله. ما فيش يمكن الجروب بتاعي في الفلزات، اساتذتي وزملائي واخواتي الباحثين والاساتذه، ما فيش من ساعه ما رجعت الحمد لله اساتذتي اللي بدل لهم بكل حاجه بعد ربنا، اقنعتهم بحته الفيزابيلتي ستادي والماركت ستادي، وفعلا لقوا ان هي حاجه كويسه. كانوا متخوفين في البداية، ولكن جات لنا زي ما بيقولوا كان في ساعتها إنشاء مصنع جديد، وأنا دخلت ووثقوا فيا وطلبوا مني إن أنا أعمل الدراسة، فالحمد لله عملتها. الكلام ده بعد ما رجعت بسنة تقريبا. دي خلتهم يطمنوا إن إحنا نشتغل الموضوع ده، بقينا ما فيش مشروع بحثي، ما فيش بيبر، ما فيش رسالة بحثية إحنا بنعمل لها دراسة سوق قبل ما نبدأ، ودراسة الجدوى الاقتصادية بعد ما نخلص ونعمل لها ابديتنج في النهاية، يعني اثناء الشغل وبعد كده ابديتنج. ليه؟ لان انت المفروض ان انت ما تشتغلش حاجة ملهاش سوق. يعني لان هي مشكلتنا ايه؟ البحث العلمي مشكلته في العالم مش في مصر بس، ان البحث بيتعمل ويتركن. بدأوا يفكروا نعمل تسويق مخرجات البحث العلمي. طب انا لو عامل البحث ده بناء على الديماند، مش محتاج حد يسوق لي، انا معايا الاند يوزر من البدايه، انا بعالج مشكله هيجري ورايا، هبقى انا زي الطبيب. انا في البدايه قلت لحضراتكم ايه؟ قلت ان الماتيريالز زي الانسان، اي مشكله تخص الماتيريالز او الميتالرجي تخصهم بصفه عامه، زي ما الانسان بيخصه اي مشكله كجسد ونفس وروح. بيروح فين انت؟ اي بني ادم فينا بيتعب بيجري على الدكتور. فانا لما ببص على المشاكل والتحديات اللي بتواجه الميتالرجي او الماتيريالز او المجال ده، مش هحتاج ان انا اجري واعمل لها تسويق، بالعكس هم اللي هيجروا ورايا، زي ما انا اللي بجري وبروح للدكتور. وايه ده يا دكتور انت فين؟ طب اكشف مستعجل، طب زياره منزليه، ادور على احسن مستشفى.
فيا ريت دي يمكن برجع بيها للجزء اللي حضرتك قلت لي عليه، انصح بايه الطلاب بتوعنا الشباب؟ انت لازم تبقى انت نيدد، انت مطلوب، لازم تشتغل على السكيلز بتاعتك، ان انت عارف ازاي تحل مشاكل اي صناعه في التخصص بتاعك، ان انت زي الامرجنسي، انت الدكتور بتاع الامبولانس، انت دكتور الطوارئ والمخاطر اللي هو يجي لك في اي وقت عنده مشكله، فده لازم يثق فيك في الحته دي. فدي ارجوكوا ابني نفسكوا في دي. هتبنيها ازاي؟ معلش ممكن اكون دخلت، هرجع تاني للاولاني للسؤال اللي قبل كده. يعني انت مش لازم تبقى راجل مهندس فقط. المهندس ده ما معنى كلمه مهندس؟ الطبيب بيعالج، المهندس يعالج في تخصصه ويدير. فحضرتك مهندس يعني تدير، تدير يعني تستطيع إدارة نفسك، إدارة الملكات اللي عندك، إدارة الخبرات اللي عندك. You can make marketing to yourself. أنت تقدر تعمل marketing، تقدر تعمل awareness للناس عنك وعن أهميتك، كل الحاجات دي. نرجع للتشالنجز اللي انا او العقبات اللي حضرتك قلت عليها، وانا بسميها تشالنجز او تحديات او نقول انا بسميها حاجه تانية كمان اللي هي عوامل حفازه. يعني بالعكس اي حاجه بتحفزك ان انت تطلع الجديد. مفيش واحد قدر ان هو يعمل اشيفمنت، يعمل حاجه كويسه او يوصل لمستوى كويس أو يعمل إنجاز achievement إلا إذا كان مر بتحدي وتعامل معه بطريقة ربنا كرمه فيها. يعني هو في الأول وفي الآخر ده كرم ربنا طبعا. التحديات بقى اللي قابلتني كانت إن أنا بشتغل في مجال كله مهندسين، وأنا شهادة بتاعتي علوم كانت تطبيقية، وجي بعد كده غيروها فقال لك لا ده أنت علوم. فكان ازاي اقنع الزملاء ان يا جماعه انا بدرس زيكم ورش ورسم هندسي وكل المواد بتاع هندسه، بل كمان بدرس حاجات اكتر منكم، كل المناهج اللي في هندسه بدرسها وبدرس فوقيها، بس دي حاجه دي. فده كان بالنسبه لي تحدي شويه. وزي ما بقول لحضرتك التحدي هو اللي بيخليك تعمل اشياء. التحدي بقى الكبير ان انت ازاي تتعلم اداره وانت صغير، ودي نقطه مهمه برضو بنصح بيها جميع الشباب. يا جماعه ان انت تبقى مهندس، ان انت تبقى عالم، ان انت تبقى باحث، ان انت تبقى استاذ، دي قيمه رائعه وكبيره جدا، ولكن عشان تصل فيها للي انت عايزه لابد ان انت تعمل سكيلز بتاعتك زي ما قلت قبل كده، ان انت تتعلم اداره، إدارة نفسك وإدارة الموارد اللي جواك اللي هي الخبرات والكفاءات اللي جواك، وإدارة السيستم اللي انت جواه والمساعدين بتوعك وزمايلك والبروجكت اللي انت بتشتغل عليه والديبارتمنت اللي انت فيه والكلية اللي انت فيها أو الفاكتوري والجامعة اللي انت فيها أو الريسيرش انستيتيوت أو مجموعة الشركات. لأن انت حتة ان انا ابقى اكسبيرينسد وسكيلد تكنيكالي فقط، لا، معناها ان انا ادام ما بعرفش ادير نفسي مش عارف هاحسن اخراج ما املكه من معارف وقدرات وكفاءات وخبرات. هو بالنسبه لمعهد بيه اللي درست عليه، هو الدراسات المعدنيه، هو مركز او معهد بحثي تعليمي، مش فقط معهد بحثي زي مركز بحوث تطوير الفلزات، ولكن في الجانب التعليمي. فهو عنده برامج التدريب، ودي موجوده في الحته، بس هو اكتر يعني قريب من الصناعه، فبيعمل تدريب لكل الكفاءات الصناعيه والهيومن ريسورسز في الصناعه، وبيعمل دبلومات وبيعمل ماجستير. وخلينا نقول ان هو بالموضوع ده بيعمل حاجه كويسه جدا، ان هو بالتعاون مع الشركات بيقدر ان هو ياخد المهندسين الموجودين في الشركات، بدل ما بيطلع الكوادر بتاعته، واستحاله ان الكليه او اي مركز بحثي يبقى فيه كوادر تقدر تكفي التشالنجز او الاحتياجات بتاع الصناعه في اي تخصص. فاحنا هنا بنعتمد على ان احنا عندنا الناس بتوعنا، عندنا الستاف بتاعنا، بس عدد طبعا مش هيبقى كافي، ولكن بنشتغل مع المصنع ونجيب المهندسين الموجودين وبنعمل لهم دبلومه الاول نظريه اللي هي زي تمهيد الماجستير، بنحضرهم فيها
نعمل ابديتنج لكل المعارف اللي موجوده عندهم، وبعد كده بنختار نقطه البحث ان هي تكون من عندهم الشغل بتاعه. لما بتعمل دي هو الراجل فاهمها كويس جدا، حاسسها كويس جدا، انت بتعمله عمليه ريفورميشن وابديتنج، ونقدر نقول ابجريدنج، خلينا نقولها كده ابجريدنج، عشان يبقى على نفس المستوى بتاع المعارف، المعرفه يعني بتاع دلوقتي. وبنحوله من ان هو مهندس للانتاج او مهندس بتاع كواليتي كنترول او وات ايفر هو في انه ديبارتمنت، الى انه يبقى جنبها باحث، ان هو ازاي هاو تو ديل مع البروبلم الموجوده في المصنع، هاو تو ديل وذ ذا نيد اوف يور ديبارتمنت. يعني مش لازم تبقى مشكله تتحل، ممكن تبقى انا عايز اطور، عايز احسن، عايز اعمل انهانسمنت، عايز اعمل ابجريدنج، عايز اعمل منتج جديد، عايز اعمل بروسيس جديده، عايز اعمل انوفيشن، عايز اعمل انفنشن، واي نوت. فانا بالدراسه بديله الجوانب اللي هي ممكن تكون يا اما ما خدهاش، يا اما تكون بعيده عنه شويه، يا اما بعمل لها ريفريشمنت عنه. بعد كده بيشتغل على نقطة البحث، وناخد نقطة البحث الحاجة اللي هو بيشتغل فيها، الحاجة الاحتياج الفعلي للمكان. ومن هنا بيجي الدور الوثيق بتاع معهد تبين كمعهد تابع لوزارة الصناعة، ان هو الالتصاق بيه ليه بالصناعة اكتر، وبيخدم على الصناعة دي. اول نقطة. تاني نقطة ودي حاجة مهمة قوي، ان معهد تبين دراسات معدنية، الاختلاف بينه خلينا نقول وبين المعاهد البحثيه اللي بتشتغل في مجال الفلزات، هو مركز بحوث تطوير الفلزات هو الاكبر حاجه في مصر، يعني خلينا نقول كده يعني. وانا بشرف واتشرف، بتشرف ان انا انتميت ليه وتعلمت فيه، وما زلت انا استاذ موجود فيه، انا من يعني انتداب كده لفتره معينه يعني. ان هنا عندنا في اقسام اكتر من الفلزات، يعني هو يزيد عن الفلزات في هو في عمليه ان هو في تدريس، وفي درجات الدبلومه والماجستير، وكمان الاقسام بتاعته في اقسام الهندسه الصناعيه، ودي التي تعنى بالجوده، اداره الجوده واداره الاداره الصناعيه والهندسه الصناعيه. ودي من الحاجات المهمه جدا، الحاجات اللي هي مالتي ديسيبلينري بقى، ان انت تجيب المهندس بتاع الانتاج وممكن تديله حاجه في الجوده، حاجه في الاداره الصناعيه، حاجه في الانجينيرنج مانجمنت، حاجه في الاندستريال انجينيرنج اند سو اون. فدي من الحاجات المهمه في قسم الطاقه والبيئه، وده مهم قوي لينا كلنا. يعني حضرتك مهندس ومسؤول عن مهندس انتاج في شركه صلب، طب هاو تو ديل مع المشكله بتاع الطاقه، بتاع الانفايرمنت والانفايرمنت امباكت اسيسمنت، ازاي تتابع مع الناس اللي بيجوا. فدي من الحاجات المهمه قوي، ان عندنا دورة تدريبيه، عندنا دبلومات كتير قوي، يعني المهندس ممكن ياخد دبلومتين ثلاثه اربعه، واحده في الطاقه، واحده في البيئه، واحده في الانجينيرنج مانجمنت او الاندستريال مانجمنت او السلامه والصحه المهنيه، واتس ايفر ريسك مانجمنت. فكل دي حاجات من اللي بيحتاجها، فده معهد تبين. خليني اقول الخصها في ان هو معهد مهمته، وده موجود في البايلو بتاعه، مهمته إعداد الكوادر اللازمة للصناعة والتطور ومتابعة الادفانسمنت اللي موجودة في الصناعة day by day. هو أنا كليت قام بعمل رئيس المركز في الصناعة والفلزات لحد نقول اول يناير او اخر ديسمبر، اول يناير 19 او اخر ديسمبر 18. كنت رئيس مجلس ادارته. خلينا اقول انا ما ينفعش اتكلم على الفتره دي بس، يعني لان انا من وانا طالب في تانية جامعه وانا جوه المركز، فيعني خلينا اتكلم عن المركز يعني، وخاصه ان مركز خطه تطوير الذات في كاركتر مختلف عن اي حته في مصر، وممكن اقول لك في العالم، يعني ان احنا بنشتغل ك تيمز وكفاميلي. وانا لما كلفت بهذا الملف جيت بعد اساتذه عظام، كنت لاخر يوم في حياته استاذنا الدكتور احمد عادل عبد العظيم رحمه الله عليه، مؤسس المركز، لحد شهر 8، لحد اخر مره حضر فيها المركز، وده كان قبل وفاته، يعني قبل وفاته بشهر او شهرين، وهو توفى في اواخر سنه 2018. كنت بستفيد منه واتعامل معاه،
كنا بنقعد اسبوعيا حاجه اسمها مجلس كده بنقعده فيه كل رؤساء المركز السابقين والقيادات الحاليه للمركز اللي هم اعضاء مجلس اداره ومديري اللي هم رؤساء الشعب اللي هي زي عمداء الكليات عندنا. فخلينا اقول ان الفلزات عامل مدرسه اداره للعلم او للبحث العلمي مختلف عن اي حته تانيه. من هنا هقول لك ايه اهم الحاجات اللي فدنا بيها الصناعه المصريه؟ هقول لحضرتك ان انا وانا طالب وانا طالب وانا طالب ماجستير اول ما تعينت كمساعد بحث اللي هو معيد اشتغلت في علاج مشكله كان في شركه اسمها الشركه الاهليه للصناعات المعدنيه، المفروض هي موجوده دلوقتي بس هي يعني اتخصخصت من فتره واللي اشتراها ما شغلهاش، دي في ابو زعبل. دي كانت بتنتج الصلب لما انا بدات اعمل الشغل بتاعي سنه 87 88 كانت بتشتغل بافران المارتن، وافران المارتن دي عباره عن فرن ضخم جدا 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 هو سيمينز مارتن بيشتغل بالمازوت، لمبه مازوت بتضخ من الناحيه دي وبيتولع مازوت تقيل بقى مش سولار لا مازوت، وبتشتغل ربع ساعه وبعدين لمبه من الناحيه الثانيه تضخ وتصهر الصلب بالتكنولوجي ده، وده تكنولوجي روسي قديم جدا وكانت موجوده في شركه النحاس في اسكندريه وفي الاهليه للصناعات المعدنيه. النحاس اسكندريه قفلتها والاهليه كانت المشكله هنا عندي ان المازوت المصري فيه نسبه كبريت عاليه 3% وده كان وكان الفرن ما بيعملش ديسلاجنج الجلخ جواه وبتحصل بقى فتحه للجلخ فتحه المعدن وتروح منزل المعدن الاول وبعدين الجلخ، فبيحصل مشكلتين عندي ان المعدن كان بيتشرك نسبه كبيره جدا من المعدن. ليه بيتشرك؟ يعني بيترفض عشان نسبه الكبريت عاليه ونسبه الفوسفور عاليه. نسبه الكبريت عاليه عشان بيحصل الكبريت بينزل من المازوت في الجلخ وينتقل ويحصل الكوليبريم بين الجلخ والمعدن فبيزيد في المعدن ما تقدرش تعمل حاجه، مفيش ما كانش في ساعتها بقى لا تريتمنت ولا تقدر تعمل اي حاجه. في مشكله تانية ان بيحصل ان الفوسفور في مشكله انه بيحصل ريفوسفورايزيشن عند درجه حراره عاليه ان الفوسفور ممكن يرجع له تاني ريتينشن للصلب. فدي كانت اول حاجه اشتغلت فيها وكانت رساله الماجستير بتاعتي والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا بتعديل التكنولوجي بتاع، ما هو ده اللي انا بقوله بقى للمهندسين ان احنا درسنا ايه المشكله لقينا ان المشكله عامله حاجه يعني معقده ليه؟ زي ما كنا بنحكي على البني ادم لما يحصل له كرامب كده، ان عندك فيه كبريت وعندك فيه فوسفور وبيحصل اوكسيديشن ونسبه الايرون اوكسيد في الجلخ بتزيد، تبدا تتعامل مع البطانه اللي هي قاعديه بيزك ريفراكتري اللي هي ماجنيزيد يروح واكل يروح عندي المغنيزيوم اوكسايد نسبته في السلاج تعلى فالفيسكوستي تزيد فعمليه الريفايننج تقل وسرعتها لان قاعديه الجلخ اللي هي البيزيستي هتعلى فمش هيبقى فلويد انف، بالتالي نسبه الكالسيوم اوكسيد اللي هو بيعمل دي سلفرايزيشن المين فاكتور فيها هتقل، نسبه ان نسبه كبيره من السلفر اللي بيطلع للجلخ للاسلاج وبعد كده بيحصل له تطاير في الجو بتقل. ليه؟ لان الفيسكوستي عاليه فما بيسمحش لها. فدي كانت المشكله فاحنا حليناها الحمد لله بان احنا لازم نبدا من البدايه هو كان بيضيف المعدن وبعد كده يضيف في الاخر السلاجنج ماتيريال، لا احنا كنا بنعمل السلاجنج ماتيريال من البدايه جزء كبير منها بنضيفها في البدايه عشان نقلل الاكسديشن بتاع الميتال ويطلع لي في الجلخ ايرون اوكسايد وبعد كده يروح واكل البطانه. فوصلنا للحمد لله دي كانت اول حاجه في حياتي ان احنا ازاي نعمل سيكونس اولا نظبط كميه السلاج والماتيريال، ثانيا سيكونس بتاع التشارجنج بتاع الماتيريال والصهر بتاعها وده فادنا جدا، قللنا تاكل بطانه، قللنا المرفوض من المنتج. الحمد لله بعدها على طول اثناء هذه في نهايه المشروع المصنع اشترى افران كهرباء وخط درفاله آليه، اشتركوا فرنين كهرباء 35 طن وكان ساعتها 35 طن دي اكبر حاجه وكانت فولي اوتومايزد وبالكولينج بانلز وبالداست كوليكتور كانت حاجه حديثه قوي جميله جدا ومع خط درفاله آليه. فبدانا كانت ندخل عليها ما كانش فيها اوكسفول فول فبدانا ندخل قصه التكنولوجي بتاع مجموعه الصلب في الفلزات اللي هي الفومينج سلاج والاكسجين لانسنج عشان نحسن من الصهر والتشغيل، وبدانا نعمل مش بس كان ساعتها صلب 37 و
44 و52، بدانا ندخل المايكرو الويد ستيل عشان نوصل لل 40 60، مش بالكربون والسيليكون، لا كنا بنوصل لها بالمايكرو الوينج عشان نحسن مش فقط التنسايل برضه الدكتيليتي والالونجيشن بتاع الصلب. دي اول عقبه او انبوت حصل للصناعه. مع المجموعه اشتغلنا في تطوير حل المشاكل بتواجه كل مصانع الصلب في مصر. بدانا نشتغل على انترودكشن اوف نيو ستيل جريدز لبعض الصناعات في السبيشال ستيل زي السبرينج ستيل، كروميوم ستيل، تول ستيل، جميع انواع السبيشال ستيل، مار ايجنج ستيل، هاي تافنس هاي سترينث ستيل، فري كاتنج ستيل، هاكفيلد ستيل. فالمجموعه اشتغلت في ادخال منتجات جديده للسوق المصري. بعد كده كنا بنشتغل قلنا في البدايه على حل المشاكل، تطوير الافران اشتغلنا عليها، وفعلا احنا في الدلتا والصلب طورنا، يمكن ساعتها كانت الافران قديمه برفراكتيف، دخلنا موضوع الكولينج بانلز والروف كولد روف، دخلنا الاكسجين لانسنج، دخلنا الفونجس لاج لكل مصانع مصر بلا استثناء. بعد كده بدأنا نعمل دراسات سوق، دراسات جدوى لإدخال منتجات جديدة وبرودكتس جديدة ومصانع جديدة. اشتغلنا في مجال السباكة الحديدية، اشتغلنا مع شركة سينا مانجانيز من أول ما استلمنا المصنع عشان الإدارة المصرية عشان تعيد تأهيله للتشغيل، بدأت سنة 90 من أول المصنع والفرن والبطانة بتاعته لحد ما شغلنا، لحد ما دلوقتي إحنا مساهمين في عملية إدخال أو إنشاء إدخال صناعة السيليكون مانجانيز لمصر، وشركة سينا مانجانيز خدت الموضوع ده وفعلا بيعملوا دلوقتي مناقصات عشان شراء الفرن الجديد عشان ننتج سيليكون مانجانيز. اشتغلنا معهم في موضوعات توفير الطاقة، اشتغلنا مع سينا مانجانيز، اشتغلنا مع شركات صلب مختلفة ازاي نوفر الطاقة المستهلكة، ودي أكبر مشكلة. ومع شركات اشتغلنا مع شركة السباك الحديدية في شغل كتير جدا في الفيروكروم، فيرو تيتانيوم، فيرو فاناديوم، فيرو سيليكون، فيرو سيليكون مانجانيز اللي هو سيليكون مانجانيز، بنشتغل معاهم في موضوع توفير الطاقة، بنشتغل معاهم في ازاي ندخل رينيوبل انرجي حتى بارشالي في عمليات الانتاج او فولي لودينج بالرينيوبل انرجي، دي تحت الدراسة والناس فعلا مهتمين جدا. وهم يعني بتوع السباك الحديدية انا بشكرهم، لان شركة السباك الحديدية او شركة سينا مانجانيز الميزة اللي فيها ان المدرسة من اول واحد ما دخل اول مره جوه الشركه لحد النهارده، هم عندهم الادفانسمنت عالي قوي، هم فكرا وتكنيكال سيتويشن بتاعهم مختلف، تحس ان هم ناس على طول بيدوروا على الادفانسمنت وعايزين يطوروا، وكل يوم عايزين يعملوا اشيفمنت جديد في صناعتهم، وهو ده اللي مخلي فيه روح كويسه معاهم، بيتقبلوا دايما الافكار البحثيه الجديده وبيتبنوا، بيقولوا لنا لا احنا عايزين نعمل كذا، احنا عايزين نشتغل في كذا. فدي حاجه اسعدتني جدا، مش انا احنا كتيم من اول اساتذتي يعني من زمان الكلام ده مش من النهارده يعني، فعبر قياداتهم كلهم، فحقيقي شعرنا بان احنا معاهم شغلتهم احتمال من طبيعتها هي قبل للتطوير او قبل للابحاث وللفكر البحثي كمان يعني. اخر حاجات عملناها هو قامت بالتصنيع المحلي، احنا شاركنا في مجموعه مشروعات كمركز وكصلب، تيم الصلب في المركز او فرص ميتالورجي في تعميق التصنيع المحلي، ادخلنا صناعات جديده. في عندنا حاجتين، الناشونال تشالنجز كان في برنامج التحديات الوطنيه في الصناعه وتعميق التصنيع المحلي، اشتركنا في الاثنين بحوالي 11 12 مشروع، ودخلنا منتجات جديده، دخلنا برودكت جديد، دخلنا تكنولوجي جديد، دخلنا انبوت للصناعه عشان نقلل الاستيراد ونوفي احتياجات السوق المصري. هو اوريدي التعاون قائم، حتى يمكن مع مش بس مع القاهره وعين شمس، لا قائم مع السويس وقائم مع اسيوط، طلبه المشروع بيجوا عندنا وبيشتغلوا، في طلبه كتيره جدا من عندكم السويس بتشتغل معانا في الفلزات ومعانا في التبين، بيعمل مشروعات التخرج، وفي ناس كتيره برضو بتشتغل معانا في الفلزات ومعانا في التبين في مشروعات الماجستير والدكتوراه. احنا بنقدر ان احنا يمكن نظرا
طبعا ان احنا متفرغين للبحث الى حد كبير في الفلزات في التبين البحث والتدريس برضو، ولكن بندخل على مشاكل محدده بتبقى سبيشاليز، بيبقى الاستاذ سبيشاليز. الجامعه شويه الاستاذ بيبقى لازم يغطي كل الدومين بتاع الميتالرجي، احنا عندنا بيبقى تخصص دقيق اكتر. فاحنا بنرحب، يعني انا بتكلم عن نفسي كعضو في التيم بتاع الفرص ميتالرجي في الفلزات صلب السبائك الحديديه، وبتكلم عن نفسي ك في معهد التبين حاليا زميل ليهم ومسؤول عن تسيير الاعمال هناك. اللي انا شفته ان الاساتذه في المكانين في التخصص بتاعه وفي جميع التخصصات بيرحبوا جدا بالتعاون مع الصناعه، بيرحبوا جدا بالتعاون مع الطلاب، بيرحبوا جدا بالتعاون مع طلبه المشروعات او التدريب الصيفي والماجستير والدكتوراه. ف يعني اللي انا بقوله انتوا بتعتبروا ان ده البايلوت بلانت بتاعكم، يعني احنا جزء من هندسه السويس احنا كفلزات او تبين. اوريدي بالفعل في عدد كبير من الزملاء شغالين معانا، احنا عندنا دلوقتي في احد طلبه الماجستير شغال، وطبعا جميع الاساتذه هناك هم اساتذتنا كمان، يعني مش عايز اقول اسماء وانسى اسماء، بس يعني انا عندي مثلا طالب الماجستير اللي كنت قاعد معاه من يومين وهو بيشرف عليه استاذنا الدكتور سمير عبد الحكيم، ومعاه مجموعه من طلاب المشروع بيشتغلوا برضو معاه، فاحنا بنشتغل مع بعض في كل حاجه. فدي مش حاجه حديثه او هنعملها، لا دي حاجه موجوده من زمان قوي قوي، ولينا الشرف ان احنا بنتعاون، مع ان انا مش خريج السويس، ولكن انا كان ليا شرف ان انا من سنه 90 وانا بتعاون مع اساتذتنا في هندسه السويس. هي أثرت على كل حاجة في حياتنا، يعني طبعا المشكلة الكبيرة إن أنت عشان تشتغل صناعة صلب يبقى لازم تبيع، ومحدش هيشتري منك إلا إذا كان بيبني. فطبعا النشاط العمراني كان متوقف لفترة طويلة مش قصيرة في العالم كله وفي مصر. الحمد لله إحنا ما ضربناش ضربة قوية زي بقية الدول، إحنا الحمد لله تم التعامل معاها، قفلنا شوية وتحجبنا شوية، وعملت انشاءات ضعفت سنها فدي، ولكن الحمد لله بالقرارات الجديده، القرارات الاقتصاديه، القياده السياسيه، واضح ان عامله خطه ازمه من اول يوم، واتخذت قرارات في الاوقات المناسبه فعلا. لينا قدره وتحمل اقتصادي معين نقدر نواجه بيه كورونا، ولكن عند لحظه معينه لازم تتعامل بطريقه عمليه وطريقه بتاع مهندسين زي ما بتقولوا، يعني نقول كده ايه، ان انت تدير الازمه كلها مع بعضها كيان واحد. مش ببص بس على الناحيه الطبيه، لا ده انا ببص ان انا الناحيه الطبيه عشان اعمل لها جانب اقتصادي، عشان اجيب لها ريسورسز لازم يبقى ده شغال وده شغال وده شغال، وده الحمد لله اللي القياده السياسيه تعاملت معاه باحترافيه رائعه بشهاده ناس كتير قوي اقتصاديين. وانا سافرت من شهر بالظبط، شهر ونص كنت في ايطاليا وبتناقش مع الاساتذه هناك والناس الصناعيين هناك. قالوا لي كانوا هم موجودين في مصر وقت الازمه، قالوا لي انتوا تعاملتوا باحترافيه اكتر مننا مع الازمه، وناس معجبين جدا بالاحترافيه دي. فهي اثرت علينا، اثرت، اثرت على صناعه الصلب، اثرت على صناعه الصلب طبعا، اثرت على جميع الصناعات ومنها صناعه الصلب. بس احنا عندنا مشكله ان صناعه الصلب صناعه ما ينفعش ان هي تنام وتقوم، في صناعات تانية عادي بتعمل هولدنج او بيشتغل وبيحط في المخازن. صناعه الصلب ما ينفعش، انت لازم تبقى فيه رانينج كوست وفي داخل وخارج، فهي بتتاثر اكتر، وخاصه ان ارباح صناعه الصلب خلينا نقول دي صناعه الملايين اللي بتكسب ملايين ملايين، ما نبصش بقى نقول ده ازاي دول بيكسبوا دول، لا 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 لا، هو المارجن بتاع المكسب فيها ضعيف جدا جدا، وبتتاثر بالسوق الدولي والعالمي. خليني اقول نقطه تانية، ان بعض الصناعات الحديديه استفادت من كورونا، لان العالم قفل ما فيش تصدير واستيراد، فما فيش داخل لنا من بره الغزو، يعني السبائك الحديديه استفادت سنه، مش استفاده كبيره، ولكن يعني لان كان عندنا احنا عندنا مشكله في السبائك الحديديه ان ما فيش فيها جمارك لانه بيعتبروها رو ماتيريالز، مع ان السبائك الحديديه هي فاينل برودكت وبيدخل في صناعه ثانيه، خلينا نقول انترميديت برودكت، ولكن هو بيدخل معلش جمارك، وبيدخل من دول سعر الكهرباء فيها 3 سنت و2 سنت و2 سنت ونص. يعني معناها ان انت بتتكلم ماكسيموم 45 48 قرش 50 قرش الكيلو وات.
انا عندي هنا في مصر بنتعامل حاليا بعد ال 10% 110 و108، ومع ساعات الذروه بيوصل ل 100 وحاجه و30 140. فالمنافسه هو انا بدفع 3 اضعاف نسبه الكهرباء في صناعات السبائك الحديديه بالنسبه للفيرومنجنيز، في حدود 25%، الفيروسيليكون 45%، يعني نص تكلفه الكهرباء. لما نص تكلفه الكهرباء والكهرباء بتاعتي اغلى 3 مرات منه، يبقى انا الثلاث مرات دول حضرتك انا 45%، يبقى انا لو قلنا ان الطن بيتكلف 20,000 جنيه مثلا، يعني كاكزامبل 15,000 جنيه خمسه او خمسه، خلينا نقول 20 عشان نضربها، لو هو بيتكلف 20,000 45% يعني 9,000 جنيه. انا بيكلفني 9,000 جنيه، اللي بره بيكلفه 3,000. فانا عندي 6,000 جنيه زياده. 6,000 جنيه على ال 20 اكتر حضرتك من 25%. يعني انا عندي هنا المفروض الكهرباء بتاعتي انا بتكلفني 45% من التكلفه، عنده هو بتكلفه 15%. فحضرتك يبقى هو بيوفر عني انا 30% من تكلفه الانتاج، فهو بينزل بسعر ارخص مني. فلما وقفت، لما جت كورونا ما بقاش فيه استيراد مفتوح، كان فيه ريزيرف موجود بس خلص، بدأنا شويه الاسعار تعلى على مستوى العالم، بس عليت حاجات بسيطه جدا. ده بالنسبه للسبائك الحديديه، يعني ايه اتحسنت سنه يعني، ولكن لسه احنا محتاجين ناخد اجراءات وقائيه واجراءات قوميه عشان نحمي صناعاتنا الوطنيه يعني. زي ما كل دول العالم بتعمل يعني، وزي ما عملنا طبعا في الصلب في البيت وخلافه. فهو التاثير كان سلبي، ولكن كان فيها حته صغيره مش ايجابيه، ولكن حته يعني ايه السبائك الحديديه تاثيرها كان اضعف سنه. ولكن في مشكله ان انت عندك مفيش سحب، فما فيش سحب هتنتج هتودي فين؟ المخازن اتملت، فبتضطر توقف افران. فلا، صناعه الصلب والسبائك الحديديه او الصناعات الحديديه على مستوى العالم ومنها مصر تاثرت سلبا في المجمل، تاثرت سلبا بكورونا. امتى تتعافى؟ احنا كان عندنا امل ان الموجه الثانيه تبقى خفيفه شويه في اوروبا. واضح ان هم، انا كنت في ايطاليا في شهر سبتمبر وانا بتكلم مع الناس، قالوا لا احنا عندنا في ازمه، ان الشعب الايطالي تعامل اول ما فكوا، والصيف جه في شهر 6 وهم فكوا، الناس تعاملت بطريقه غير مدروسه، خلينا نقول بالطريقه الكافيه الشعب يعني. فده ادى ان الموجه راجعه عاليه قوي عليهم، وحقيقي يعني الوضع صعب. امتى تخلص؟ الحسابات بتقول والدراسات كان بتقول ان هتخلص على شهر 10 2021، ولكن ده على اساس ان الموجه الثانيه هتضرب العالم كله وتبقى اقوى من الموجه الاولانيه. الموجه الثالثه خلصت في الصين او بتتعافى في الصين، والصين فيها كنترول شويه وفيها معالجه قويه. خلينا نقول ان الفاكسين دلوقتي بيتعمل عليه التجارب السريريه، وده توقع من مناقشات مع الاقتصاديين ومع الاطباء ومع الناس. انا متوقع ان هو احنا كنا متوقعين مصر تضرب الموجه الثانيه في شهر 10، الاطباء كانوا بيقولوا لي كده، وان احنا نتعافى على ابريل. انا احساسي الشخصي انا ان احنا على ديسمبر او يناير ان شاء الله ممكن الدنيا تفتح تاني باذن الله. انا جاوبت على السؤال ده في البدايه يعني. عايزين حاجتين، هو اغلب الكليات بتعملها دلوقتي والاساتذه بيحاولوا يعملوها، يعني ما بتتعملش بطريقه ان هو بيغير المناهج، ولكن اللي انا شايفه ان الاساتذه قائمين على العمليه التعليميه في القطاع الهندسي، حقيقي بيقوموا مجهود رائع جدا فيها، وهو ان الحاجات اللي ناقصه واللي بيكتشفوها مع الوقت او المتطلبات الجديده اللي بيلقوها بيبداوا هم من نفسهم بيدخلوها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اساتذتي في هندسه القاهره وفي هندسه السويس بنتكلم معاهم، يقول والله انا عندي طلبه عايزهم يتدربوا على الحاجه الفلانيه، او ييجوا ياخدوا فكره على الحاجه الفلانيه اللي هي موجوده عندكم. واحنا طبعا ما فيش امكانيات في الجامعات زي المراكز البحثيه، فبيبعتوا طلبه بتاعتهم يدرسوا الحاجه دي، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا. هي ممكن تكون موجوده نظريا بس فيها ادفانسمنت حصل على مستوى العالم، فبييجوا يشوفوها وبيعملوا نفس الحكايه مع الشركات الصناعيه. يعني انا اللي انا اعرفه ان العلاقات بين اساتذه الفلزات في جميع الجامعات المصريه قويه جدا مع جميع، وبنتقابل على طول مع جميع شركات الصلب في مصر، والطلبه بتروح وبتتدرب وبتتدرب على احدث التقنيات. فدي النقطه اللي احنا عايزينها تبقى موجوده في البايلو،
هي موجودة دلوقتي بمجهود الأساتذة، ولكن حزينة غير. ما هي؟ إن الدراسة أو المقررات تبقى مقررات محدثة حسب أحدث التقنيات، والجزء العملي يتم تدريسه في المصنع زي نظام التكنيكال كوليدج كده. احنا بقى يعني احنا جامعة، فلازم نبقى أقوى من التكنيكال كوليدج. التكنيكال كوليدج او النظام، مثلا شركه زي دانييلي كنا بنتكلم على بعض التدريبات في مجال الفلزات، قال لك انا بدي يوم واحد نظري واربع ايام عملي في المصنع، مش في نفس المكان. الطالب يتواجد في الكوليدج او في الاكاديمي، دانييلي اكاديمي، يقعد يوم او يوم ونص دراسه نظريه، وبعد كده بينزل على المصانع والشركات. هنقول ان دي هتبقى صعبه شويه، ولكن خلينا نقول ان يبقى الجزء العام لازم يؤخذ في المصنع، لان انت بتطلع مهندس عشان يشتغل في المصنع، او يشتغل برايفت سيكتور ويبقى عنده مصنع، او يبقى هو بيبقى سيرفيس بروفايدر للمصنع. فدي اول نقطه عندي. تاني نقطه مهمه جدا، لازم ندخل الدراسات المتعلقه بالجانب الهندسي زي الاداره الهندسيه واداره المخاطر، هندسه صناعيه، سلامه وصحه مهنيه، دراسات السوق، دراسات الجدوى الاقتصاديه، لازم دي يدرسها الطالب ويبقى اوير بيها واستاذ فيها. بس دول الحاجتين اللي ممكن اكون شايف ان احنا محتاجينهم قوي. هقول لك على حاجه بس محدش يزعل مني، على هو المايند بتاعه شكله ايه؟ هل هو سبونجي؟ يعني بيمتص المعلومات، عنده قابليه وشراهه للتعلم؟ لان اي واحد ممكن لو هو عنده شراهه للتعلم، مهما كان هو مستوى الكفاءه اللي عنده ايه او الخبره ايه، ادام عنده شراهه يبقى تقدر تديله اي حاجه وهيتعلمها. دي اول سكيل مهمه جدا عندي. تاني حاجة، خبراته التراكمية خلال دراسته، خدها منين؟ هل من قاعة المحاضرات بس، ولا من حاجات تانية إضافية كثيرة؟ هختار طبعا اللي عنده مالتي سكيلز أو مالتي. تالت حاجة، مالتي ديسبلينري نوليدج، دي تالت حاجة. مش هبص للتقدير، أنا آسف. طبعا في نقطة مهمة، أنا هنا طبعا لما يعني هيجي لي، لأن كان عندي المشكلة دي من فترة قريبة، يجي واحد يحضر ماجستير بنقول انت لازم تبقى واخد جيد في قواعد ولوائح، لابد من احترام. انا بتكلم لو جاي لي اثنين او ثلاثة او عشرة وبختار منهم واحد، وهم كلهم مستوفين للشروط اللي محطوطة من الجهات الإدارية، فأنا هاخد منهم ازاي؟ ده اللي أنا أقصده. عشان ما يجيليش حد بكره ويقول لي انا معايا مقبول وخدني، انت قلت وانا اهو سبونجي وانا اوبن مايندد وانا لا، يعني لازم يكون مستوفي للريكويرمنتس اللي لان احنا كنا بنشتغل من خلال اطار لوائح ونظم. يعني انشطه طلابيه حاجه واسمي حاجه. خليني اقول ان انا لما سالتني السؤال اللي فات، لما تيجي تختار ازاي، الجزء اللي انا قلت هميز بيه واحد اللي انا هختاره هو ده اللي انتوا تقدروا تعملوه. قاعه المحاضرات مش هتعمله. انتوا دوركم هنا ان انتوا تعدوا، وده اللي انتوا بتعملوه زي الميتنج او الانترفيو اللي احنا بنعمله دلوقتي، وعملنا قبل كده اكتر من حاجه. يمكن جيت اتكلمت ما اتكلمتش تكنيكال بقى واتكلم على حاجات بقى وكلام مكلكع وتخين، لا لا لا، كلام اللي هو ازاي انت كانسان تتعامل مع الصناعه اللي انت بتشتغل فيها. ده اللي انتوا تقدروا تعملوه، ان انت تعد السوفت سكيلز بتاع الانجينير، وده انتوا بتعملوه، ان انت كاباسيتي بيلدينج ليه، كاباسيتي بيلدينج يعني اعداده واعداده ان هو يبقى غني وثري بالمعلومات والكفاءه والسكيلز، سكيلز ديفلوبمنت، ان انت تعرفه على الماركت شكله ايه، ازاي يختار المجال بتاعه، يختار بحث ولا صناعه ولا تطوير ولا سيرفيسز ولا ايه. فالأنشطة الطلابية بصفة عامة هي بتعد الإنسان. ممكن قلت في أول الانترفيو إن الإنسان هو زي الماتيريالز، لازم الواحد، أنا درست علم نفس، ده مهم جدا، مش لازم تدرسه، لازم تفهمه، لازم تعمله احتكاكات للطلاب مع الناس المفكرين السياسيين والمفكرين الاقتصاديين والمفكرين النفسيين، لازم يقعدوا مع الناس بتوع الفكر بصفة عامة.
حضرتك اللي بياخد الدكتوراه حاجه من اتنين، يا دكتوراه العلوم اللي هي دي اس سي دكتور اوف ساينس، او دكتوراه فلسفه العلوم. الفلسفه هي اساس العلوم. ما نجيش نقول اه يا عم ده بيتفلسف، ده منطقي ايه وبتاع، لا 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 لا، دي اساس العلوم. فيثاغورس كان فيلسوف. سقراط الفيلسوف عمل اهم القواعد العلميه، النظريات العلميه. ابن الهيثم، ابن سينا، كل الناس دول كانوا فلاسفه، وطلع العلم من عباءه الفلسفه. فدوركم انتوا بتقوموا دور كويس، بس انا عايز كل شويه تطوروا من نفسكم. اعداد الطالب نفسيا، فكريا، اقتصاديا، اقتصاديا كمعرفه مش بتدي له فلوس يعني، اقتصاديا وتكنيكال برضه، زي ما هو بتعملوا له زيارات واحتكاك مع المصانع والحاجات دي. فانا شايف ان دوركم مهم جدا في اعداد الخريج لسوق العمل، لان ما يدرسه ليس لا يعده لسوق العمل. زي ما قلت لكم انا لما اجي هختار على ايه، شوف الحاجات اللي انا قلت لك هختار على اساسها، والحاجات اللي قلتها في البدايه اللي هي النفس البشريه و لازم هو يبقى فاهم الحاجات دي عشان يقدر يطلع بره، ما يتصدمش، ما يختلفش. ازاي ثقافه الاختلاف؟ انا بشتغل في مكان فيه 10 مهندسين، مش لازم كلهم يبقوا زيي، مش لازم كلهم يبقى نفس التوجه، مش لازم كلهم يبقى دمهم خفيف على قلبي، مش لازم انا ابقى دمي خفيف على قلبهم كلهم، لا، لازم اتقبل الاختلاف واكواير بنفيت منه، يعني واستفيد منه. استفيد منه ايه؟ اصل اللي زيي ده مش هستفيد منه حاجه، ما هو زيي، انما المختلف عني هيفيدني. هيفيدني ازاي اتعامل مع واحد مختلف؟ هلاقي عنده سكيلز مش موجوده عني هقدر استفيد منه ان انا اخدها منه. دي مهمه جدا، سياسه الاختلاف والتيم وورك، وده دور ازمي في اللي انا قلته ده كله. الحاجه البعيده عن قاعه المحاضرات هو دوركم ان انتوا تدوه لطالب هندسه السويس لاعداده لمستقبله بعد الخروج من قاعه او من الحرم الجامعي، حتى لو هيتعين في الجامعه بعتبره خرج كطالب ودخل كعضو هيئه تدريس او معاون هيئه تدريس.